زي ما شفنا في التقرير، مفيش شك خلال 8 سنوات يمكن شهدت منظومة النقل والطرق في مصر عهد جديد، وأصبحت مصر موجودة بالفعل على خريطة الطرق العالمية بإنجازات غير مسبوقة ويعني بتخطيط جيد للمستقبل. خلونا نتكلم بشكل مفصل عن المشروع القومي للطرق وحجم المشروعات اللي تمت من أنفاق وكباري ومحاور على النيل كمان، وانعكاس ده ايه سواء على المواطن او على حركة النقل، من خلال الدكتور محمد الصادق عوف، استاذ الطرق والمرور جامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي اللي بينضم لنا عبر تقنية زوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. دكتور، يعني لو عاوزين حضرتك تقرب لنا الصورة أكتر وتحطنا في التفاصيل، إزاي يعني ساهمت حركة التطور الكبيرة جدا اللي موجودة في المشروع القومي للطرق على تحقيق نوع من أنواع أولا السيولة المرورية وثانيا جذب الاستثمارات لمصر؟ هو بداية سيادتك تفضلت وتكلمت على المشروع القومي للطرق اللي بدأ بقاله حوالي 7 سنوات وشامل الحقيقة جميع محافظات الجمهورية، وبداية من الوجه البحري طبعا القاهرة الكبرى، وأيضا كان محافظات الصعيد والواحات لهم نصيب كبير من هذا المشروع، وأيضا امتد إلى محافظة شمال وجنوب سيناء. أحب أبدأ بداية أن أنا أنوه على الأنفاق اللي تمت أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وهي 2 نفق في بورسعيد و2 نفق في الإسماعيلية، بالإضافة إلى النفق الخامس اللي هو أحمد حمد 2، وحاليا جاب تطوير كمان نفق أحمد حمد القديم. الحقيقة ربط سيناء بالوادي والدلتا أو محافظات القناة قعدنا أكثر من 30 سنة بنستخدم نفق وحيد اللي هو نفق أحمد حمدي اللي كان ضعيف متكون من حارة واحدة في كل اتجاه. صحيح. فطبعا ده كان بيعوق التنمية في سيناء وبيعوق الاستثمار والفرص اللي زي كده في سيناء. فاللي حصل طبعا موضوع الأنفاق ده أنا فضلت أن أنا أبدأ بيه. الحاجة الثانية، المشروع القومي امتد طبعا وشمل عدد كبير جدا من الطرق والكباري والأنفاق، شمل ازدواج ورفع كفاءة طرق متعددة. أذكر كمان المحاور اللي تم إنشائها على النيل واللي جاري إنشائها حاليا جاري إنشاء أكثر من 7 محاور على النيل جداد، بالإضافة إلى المحاور اللي تم إنشائها وانتهت وتم افتتاحها في العام الماضي. أذكر منها مثلا محور عدل منصور على النيل في بني سويف لربط طبعا حضرتك شايف ازاي مسار تطوير منظومه النقل في مصر؟ طبعا بدايه من انشاء شبكه الطرق يا فندم، يعني وصلت لحد النهارده 4000 كيلومتر، حضرتك شايفه ازاي؟ منظومه النقل الحقيقه تشمل الطرق والسكه الحديد، وتشمل ايضا الانفاق والكباري، وتشمل المواني. الحقيقه المنظومه فعلا زي ما سيادتك ذكرتي وقلتي النقل، خلينا اتكلم واقول النقل، انها فعلا امتدت وشملت وسائل نقل متعدده. اذكر منها سيادتك المشروع القومي للطرق الحقيقه اكثر من 7000 كيلو مش 4000 كمان، بالاضافه الى رفع كفاءه عدد كبير جدا من الطرق. ايضا بالنسبه للنقل بالسكه الحديد، وده اللي يعتبر شيء يعني فعلا كبير جدا جدا حصل. صحيح. بنتكلم النهارده في القطار فائق السرعه او الهاي سبيد، الهاي سبيد اللي هو 3 خطوط، الخط الاول اللي بيبدا من العين السخنه على ساحل البحر الاحمر وبيربط العاصمه الاداريه ومدينه اكتوبر، وطبعا بيمتد الى وادي النطرون والحمام واسكندريه والعلمين الجديده لغايه مطروح، بطول 660 كيلو، ده الخط الاول. السرعه بتاعته اكثر من 250 كيلو في الساعه، وايضا هناك قطار بضائع هيمشي على نفس السكه. صحيح. عندنا ايضا الخط الثاني للهاي سبيد او القطار الفائق السرعه اللي بيربط بين مدينة أكتوبر عند محطة حدائق أكتوبر وبيوصل لغاية أسوان وأبو سمبل، بيمر بجميع محافظات الصعيد بطول يصل إلى 1100 كيلومتر ونفس السرعة. يمكن دكتور خلال 8 سنوات شفنا مش بس تحديث منظومة النقل زي ما حضرتك ذكرت المونوريل أو القطار السريع، لا كان فيه اهتمام كبير جدا كمان بالسكك الحديدية في مصر اللي طالها الإهمال لسنوات وسنوات، وكان في يعني إصرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح هذا الملف واقتحامه وتحديث السكك الحديدية. شايف إزاي الملف ده تحديدا، ودلوقتي السكك الحديدية في مصر شايف رفع كفاءة شكله ايه دلوقتي؟ الحقيقه الموضوع اللي كنت بتكلم فيه اللي هو القطار السريع هو احد افرع منظومه
تطوير السكة الحديد. هو القطار ده الحقيقة سكة حديد أيضا، ولكن بيشتغل بالكهرباء بمنظومة صديقة للبيئة اللي بنسميه النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة. ده بيوفر لي طبعا الانبعاثات اللي بتسبب تلوث البيئة بدلا من السكة الحديد التقليدية اللي بتشتغل بالديزل. أيضا بالنسبة للسكة الحديد التقليدية اللي بتشتغل بالديزل، حصل فعلا تطوير شامل فيها في أنظمة الإشارات وأنظمة التحكم، وأيضا ازدواج أكثر من 9 خطوط جاري في الوقت الحالي. الوقت الحالي السكة الحديد الحقيقة بتعمل ازدواج ل9 خطوط، والازدواج إن شاء الله هيمتد ليشمل جميع الخطوط. الازدواج ده طبعا بيحقق لي عامل أمان عالي، بيحقق لي سرعة وضبط للمواعيد الوصول وال يعني احنا شايفين ضغوط كبيرة قوي في المجال ده، بالذات في الملف ده شفنا مصر وقعت اتفاقية مع سيمنز من قريب، المونوريل خلاص يعني في خلال ايام ان شاء الله او شهور قليلة جدا هيتم افتتاحه، ده غير سكك حديد وغيره وغيره، ملف مهم جدا. شكرا للتوضيح الدكتور محمد الصادق عوف، استاذ الطرق والمرور جامعة حلوان واستشاري الطرق الدولية. يمكن احنا الآفة عندنا هي النسيان، لكن في حالة وانسيابية موجودة دلوقتي في الطرق، ما فيش حد يعني يقدر ينكر ده يعني، واللي ينكر ده يبقى يعني هو مش عاوز يشوف بقى يعني.